بنياتي اللي باقي ما جاوش ليها الله الدرية الصالحة وباقي ما حملش دخل تاخد هاد الوصفة، راه الوصفة رائعة جدا ان شاء الله، هي غتكون السبب ديال الحمل ديالك باذن الله. وغادي تقولي لي خالتي شكرا لك خالتي، هاد الوصفة راه زوينة زوينة بزاف، تبعوا الوصفة من اول لاخر وما تنساوش تبارطاجيوها مع الناس اللي محتاجيها محتاجينها، ولكم الاجر والثواب. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفة جديدة وفي نهار جديد. ونتمنى بنياتي هذا الفيديو وهذه الوصفة تلقاكم احسن الاحوال، كلكم بنياتي اللي داخل الوطن واللي خارج الوطن، كلكم بنياتي تحياتي كبيرة ومرحبا بكم الف مرحبا. راني كنلقى التعاليق ديالكم، البنات اللي كتبوا لي الشهادات ديالهم ديال الحمل، راني كنجاوبهم وكنحط لهم التعليقات ديالهم في البوست باش يشوفوهم اكبر عدد ديال الناس باش يتحفزوا ان شاء الله. مبروك عليهم والله يثبت الحمل ديالهم، والبنات اللي باقي ما جابش لهم الله، الله يجيب لهم الدريه الصالحه ويرزقهم بالدريه الصالحه ويعمر حجرهم ويعطيهم كل ما كيتمنى. كلكم بنياتي اللي كتشاهدوا البهيجه وكتبعوها، كلكم كندعم معاكم، الله يفرحكم والله يعطيكم كل ما كتمنوا. كلكم بنياتي، الله يعلي اعلامكم ويحلي كلامكم ويحبب الخلق فيكم، وان شاء الله كاع دعواتكم ان شاء الله تقبل باذن الله تعالى. وتحت التعاليق ديالكم راني بنياتي كنشوف التعاليق ديالكم، كاين اللي عندهم مشاكل ديال البروده في الرحيم، كاين اللي عندها مشكل ديال التنظيم ما كيكونش على الدواء ديالها غير منتظمه، عندها مشكل ديال التبويض عندها قليل، عندها مشكل كلشي، هاد المشاكل كلها راني غندير لكم دوكا اليوم واحد الوصفه رائعه، حملوا بها بزاف البنات وفرحت بزاف العائلات، زوينه زوينه هاد الوصفه، غير تبعوا هاد الوصفه ان شاء الله، وان شاء الله تكون سبب في الفرح في دخول الفرحه لبيوت من كثير من النساء اللي باقين ما جابشهم الدريه الله الصالحه. وضروري بنياتي كنقول لكم اي وصفه كديروها بالكتمان وبالدعاء وان شاء الله غادي يجي فيها التيسير ان شاء الله. غير ما تنساونيش بنياتي الاشتراك واللايك الفيديو وشي تعليق يكون زوين باش تحفزوني وتشجعوني باش نعطيكم دائما الوصفات اللي كطلبوها بنياتي، وتابعوا الفيديو من الاول الى الاخر. لا على بركة الله، اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة كالتالي، المكونين ديالها ساهلين ماهلين. المكون الأول هو التمر، التمر منزوع العظم، راني حيدت ليه العظم، تغسلته ونظفته حيدت ليه العلف ديالو. التمر غن إن شاء الله غتحتاجو، دابا نقول لكم شحال تحتاجو من التمر، وانتوما غتحيدو ليه العلفة وغديرو في واحد المقلاة وغادي توجدوه. وايضا معاهم واحد المكونات، المكون الاول هو السانوج، السانوج عرفتوه راه زوين زوين السيدات اللي باغيين يحملوا، كيسخن الرحم، تنظف الرحم الا كانت عندك دم متكتله ومكتكبده، عندك بروده، عندك مشكل ديال صحه الارحام. بزاف البنات كيقولوا لي خالتي راه كيكون عندنا صحه الارحام، هذا السانوج راه زوين زوين. وكاين مكون اخر هو السمسم او الزنجبيل، عندنا بالمغربيه السمسم حتى هو زوين، حتى هو اللي تنشيط المبايض وتحفيز البويضه ولتكبيرها وتنظيف الرحم. هاد كل هما المكونات اللي كنقول ندير لكم ديروهم راهم زوينين. وكاين مكون اخر هو صديق المراه، هو حب الرشاد. حب الرشاد كتعرفوه كيسخن يعني الرحم ديالكم، تنشط لكم المبايض، تنظف لكم يعني الرحم ديالكم من كل المشاكل، عندكم البرد ولا عندكم غير الدوره غير منتظمه، هاد حب الرشاد راه زوين زوين بزاف، وكينشط حتى المبايض وكيكبر المبيض، كيكبر البويضات باش تولي قابله للتبويض. هذا هما المكونات. وكاين مكون اخر هو زيت الزيتون، زيت الزيتون غني على التعريف، راه زوين 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 بزاف. هادو هما اللي كاين، كاين هاد ربعة المكونات ومعاهم التمر. هاد التمر غادي تنزعوا ليه ان شاء الله العلفة يعني العظم ديال العظم، وقبل ما تنزعوه تتغسلوه وديروا في هاد المقادة. اش غديروا؟ ساهلة ماهلة، غتاخدوا معلقة بحالكو عامرة صغيرة وغادي ديروا في وسطنا هاد التمرات بحالكو بحالكو، يعني غديروا وسطنا هاد التمرات بحالكو، تحسوا بأنكم عمرتوا هادوك التميرات. هانتوما ولا باقيين ما خاصكم كتزيدوا شويه باش تعمروا جميع التمر، هانتوما كتعمروهم من الداخل ها هما هي، وكتعاودوا كتزيدوا معلقه ديال السانوج، معلقه ديال السانوج هانتوما كديروا تكبوا شويه 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 في التمر.
صافي ها هما يا عمرت. غندير معلقه اخرى ديال السمسم هاتوما ها هما. فكنحس كلشي درتو كتمر درت فيهم. من بعد اش كندير؟ من بعد كندير زيت الزيتون ها هو زيت الزيتون وكنكب على هاد المكونات كاملين. زيت الزيتون جوج معالق ديال زيت الزيتون كديريه بحال هكايا هانتوما وكندي على النار. ونتبع معكم هاد الوصفة رائعة جدا غتشكروني عليها وترحموا والدي عليها لأنها وصفة رائعة. جوج معالق كبار وغنديهم على النار وغنتبع معكم الطريقة إن شاء الله ونتبعوا معكم حتى أنت غادي تناولهم بإذن الله. نحطهم فوق النار مهيلة ونبدا أنا نديرهم نحيرهم يعني نخلطهم باش هادوك العراصير كلهم وداك زيت الزيتون يرطبوا دوك التميرات ويدخلوا فيهم دوك الأعشاب بحال هكا هانتوما كتحسوا بهم كي يعني كيطبقوا شوية هانتوما. نقلبهم إلى كل الجوانب ومعاهم دوك الأعشاب. راها وصفة رائعة جدا تبعوها كيف وريتها لكم إن شاء الله زوينة زوينة بزاف. فنكملو ونزلوها على النار بعد تكون النار مهيلة جدا مديروش النار تكون قوية. هانتوما نزلت على النار هانتوما كتشوفو فيهم كيبقاو التميرات يعني صاينين وفي وسط منهم الحشوة بحال هكايا. اش غنديرو؟ غنحولو واحد طاسة أخرى باش نحتفظو بيهم. ها هما هي وغنقول لكم بنياتي ها هما هي هو داك الزيت ديالهم زيت الزيتون. بعد ما بنياتي حيتهم من فوق النار ودرتهم في هذا الهدك غادي تحتفظوا بهم ان شاء الله. امتى السيدة غتناولهم؟ تناولهم يوم ثاني من الدورة. يوم اللي تجيها الدورة ثاني يوم من الدورة غتاخد بالفرد ما تاخدش بالزوج تاخد بالفرد. يعني اما تاخد تمرة اما تاخد ثلاثة تمرات. هاما تاخد ثلاثة تمرات حساب ثلاثة تمرات على الريق على الريق في الصباح الباكر على الريق تاخدهم وتبقى واحد الساعة ديال 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 المقال يعني 60 دقيقة على تفطر بإذن الله. كتاخد ثلاثة تمرات بإذن الله قبل الفطور على معدة فارغة من ثاني يوم من الدورة من ثاني يوم من الدور إلى سبع أيام مدة سبع أيام يعني سبع أيام. كتاخدي ثلاثة تمرات نهار الأول نهار الثالث ثلاثة تمرات غتحس بسبع أيام ثلاثة تمرات هي 21 حبة من التمر. هادو 21 حبة من التمر غديرو فيهم هاد الكمية اللي قلت لكم معلقة معلقة من الحاجة وزيت الزيتون وغادي تحيرهم وتخزنوهم يعني تغطيوهم في واحد البلاستيكه وتخليهم بلا ثلاجه غادي يبقاو زوينين بلا ثلاجه وتناولوهم يعني يوميا يوميا تناول ثلاثه الحبات ثلاثه الحبات من التمر مليانين بهاد الاعشاب على معده فارغه على تفطر باذن الله من يوم ثاني من الدوره وعقلو. هذه هي الوصفه ديالتي اليوم وان شاء الله تكون هذه الوصفه سبب الحمد ديال بنياتي كثير وبنياتي اللي كيتبعوني. الله يعطيهم الذريه الصالحه ويرزقهم بالذريه الصالحه ويفك حزامهم ويعمر حجرهم ويعطيهم المولود اللي كيتمناو باذن الله تعالى. نتمنى بنياتي تكون شفتوا الوصفه من اول الى اخر. راه وصفه سهله ماهله وسام ان شاء الله السبب ديال البنات اللي باقي ما حملوش اللي باقي ما حملش دخل تشوف هذه الوصفه رائعه. ودائما قبل ما تبدا الوصفه توكل على الله وتقول بسم الله توكلت يا ربي اللهم لا تدرني فردا وانت خير الوارثين وادعي الدعاء وتقول بسم الله توكلت على الله وتاخذ هذه ثلاث تمرات وتغرق الباقي وتخليهم ان شاء الله تكمل سبع ايام من يوم ثاني من الدوره وان شاء الله يكون النتيجه باذن الله. هذه الوصفه ديالتي والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله وفي وصفه اخرى. وما تنساوش كما كنقول لكم بنياتي ما تنساوش الاشتراك وتفعلوا الجرس وشي لايك يكون زوين والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.